فرح خصفص عن شيلونك. الله يرحمه أخويا فيتا، هل هذه كلمة حكمة؟ اتهم دايما يا كوهين انك انت اللي تفور دم الناس قبل ما يفوروا دمه. 2 جنيه يفوروا دم اسلافه. تسمحي لي بالرقصه دي؟ حد حايشك يا اخويا ما ترقص كده؟ طب بس اروح اتحزن واجيلك. ولقاء مايكروفون كرسي الاعتراف اليوم مع الفنان استيفان روستي. في الواقع أول ما التقينا به طلب مننا مهلة 5 دقايق عشان يستجمع فيها ذكرياته. ادينا له المهلة وبعدين أدلى لنا بالاعتراف ده. الحادث من عهد التلمذة، مدرسة فلسطين. كنت عاقبت بعقوبة عيش حاف، فعملت حسابي إني حجوع بقية الحصص، فبعت الفراش يجيب لي علبة سردين كلتها وحطيت العلبة الفاضية تحت التختة. تصادف يوميها زيارة رسمية من سعد باشا زغلول وزير المعارف في ذلك الوقت، والمستر دلب المفتش بتاع المعارف، وفضل يقرب يقرب يقرب. أنا كنت واخد آخر تختة لغاية ما جه عندي ووطى وطلع علبة السردين. قال لي هو حافظ ده؟ قلت له بوكس اوف ساردين. قال لي واي؟ قلت له I was hungry and I sent to eat it. قال لي امتى اكلتها؟ وهنا بقى ارتكبت الجريمة بتاعتي. انا اكلتها في حصة الرسم بتاع الراجل الطيب الاستاذ عبد الهادي بتاع الرسم، لكن انا كان بيني وبين مدرس انجليزي ما فعل الحداد، فقلت له في حصة الانجليزي اكلت السردين ده بس. وبخ المدرس ونقل الى الصعيد، وانا اسف حتى اليوم للجريمة بتاعتي، وان كان سمعني يسامحني. ادي الحكاية. انا نموت في السن في البلد دي. بس فكرك كده بين يوم وليلة تقدر تقول انا جيت اهو؟ ده انا حي ما متش، ده انا ينس كنت بهزر. ها يا جدع اختشي على عرضك، ده انت اسمك اتشطب من سجل الاحياء وتقلد في سجل الوفيات. بس صبرك عليا لحد ما تلمع الفدادين بتوعه وانا اقطع بدره من البلد. يا مرعب. سلامتك يا عم. لا ما تخافش، ده انا عطست. دي عطشه دي؟ يا مرعب يا مرعب. انت يعرف ايه رايا وسكينة؟ ايوه اللي بيتبحوا في التاج. البابا بتاعي دي رايا وسكينة. عشان ايه؟ علشان انا رايح يذبح انت ريخ خوخة. جيبوا السكين الكبير بتاع الجبنة، انا رايح يذبح انت. انت فرح خصفص عن شيلونك.